الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تستنكر التأخر في التحقيق في أحداث 9 أبريل الماضي. الاتحاد يؤكد استقلالية مبادرته للحوار الوطني عن كل الأطراف الحزبية. عبد السلام الحيدوري يؤكد أن المرزوقي وعده بحل مشكل موقوف في منزل بوزيان. أهلا بكم في موعد جديد مع نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي. استنكرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تأخر لجنة أحداث 9 أبريل في الاستماع إلى الشهادات. 5 أشهر مرت لتقوم اللجنة اليوم بفتح تحقيق في القضية. اللجنة استمعت اليوم إلى شهادة الرابطة بعد أن كانت قد استمعت إلى وزير الداخلية منذ أسبوعين. عضو الرابطة محمد عطية يوضح. هي الأحداث صارت 9 أبريل وإحنا اليوم فتنا 9 أكتوبر. الحقيقة قدمنا بعض اللوم على التوقيت وقدمنا زاد بعض شهادات من اللي تلقيناه من الرابطة. احنا كنا ضحية وكنا حاضرين على عدة تجاوزات اللي صارت يوم 9 أبريل، واحنا بالمناسبة نذكر وزارة الداخلية والسيد وزير الداخلية بالذات بأنه فما ضحايا، مش كما قال هو وادعى بأنه كل من يثبت بأنه هو ضحية نهار 9 أبريل يجي ويقدم لنا الشهادة متاعه. واحنا وجودنا اليوم كرابطة يأكد الضحايا متاع أحداث 9 أبريل، واللي نطلبه ونطالبه باش يقع القضاء فيها بكل عدل وبكل شفافية. تناولت الندوة الصحفية للاتحاد العام التونسي للشغل الأحداث الأخيرة على الساحة، ندوة استنكر المشاركون فيها الاعتداء الذي تعرض له المقر المركزي للاتحاد، متهمين جماعات مأجورة بتنفيذ الاعتداء. هذا ولوح الاتحاد بإضراب في قطاع النقل المترو إذا لم يقع الوصول لحل مع السلطات حول مطالب الأعوان. الندوة تناولت بالنقاش أيضا مبادرة الحوار الوطني التي ستنطلق بعد بضعة أيام. سعيدة طرابلسي حضرت الندوة. 10 أيام تفصلنا عن انتهاء الشرعية الانتخابية، و4 أيام تفصلنا عن إطلاق مبادرة الاتحاد. ضبابية اتسم بها المشهد السياسي بتونس شتتت أفكار المواطن التونسي حول ما سيؤول إليه مصير البلاد. الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن مبادرته هي فرصة للم هذا الشتات. احنا كاتحاد عام تونسي للشغل اللي ما احناش نوع حزب وما احناش في صدد معناها تشكيل جبهة سياسية من بين أطراف سياسية وجمعياتية، بقدر ما احنا في صدد تشكيل تصور وطني جامع يجمع كل الفرقاء على قاعدة مبادئ وثوابت أساسية. الأحزاب والجمعيات وإن اختلفت رؤاهم فقد اتفقت على بعض النقاط التي تضمنتها المبادرة. هناك تقريب يكاد يكون إجماع على رفض النظام البرلماني أو النظام الرئاسي معناها المطلق. مبادرة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وضمان التوافق بين مختلف الأطياف السياسية دون إقصاء أي كان. احنا ما احناش مع الاقصاء، خاصة لما يكون الاقصاء ما هوش مسنود لاسباب موضوعية وقضائية وسياسية متفق في شأنها، والتوافق هذا اللي داعين ليه من الجمش التبناء على هالقاعدة هذه. المبادرة واهميتها لم تفوت فرصة التنديد بالاعتداء على مقر الاتحاد. مسألة الاعتداء على مقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل اللي حصل من يومين، طبعا هذا مرفوض ولا يمكن معناها القبول به او السكوت عنه. اليوم نحب ببلادنا انها تقطع مع الاساليب الميليشياوية في التعاطي مع الرأي اللي خالفها. مبادرة الاتحاد تسعى الى ايجاد صياغة توافقية بين الفرقاء السياسيين، الا ان الاحداث الاخيرة فرقت المجتمع التونسي بين مساند لإضرابات الاتحاد وبين من يعتبره عنصرا تخريبيا بالبلاد. 12 يوما مرت على إضراب الجوع الذي ينفذانه، والبارحة فقط
تلقى نائب المجلس الوطني التأسيسي أحمد الخصخصي ومحمد البراهمي زيارة من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر. المضربان كانا قد أعلن استقالتهما من لجنة شهداء وجرحى الثورة معتبرين إياها مجرد صورة. هي المقابلة كانت بناء على ضغط من نواب اجتمعوا أمس حوالي 20 أو 22 نائب وشكلوا لجنة مشوا للسيد مصطفى بن جعفر ولاموها على موقفه من عدم الاهتمام بإضراب الجوع اللي وصل أمس اليوم نهار في 11 اليوم احنا في يوم 12. فجاء وبارك الله فيها انه جاء. على كل حال احنا نعفو عند المقدرة. أيوة استقلت أنا من لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل عفو التشريع العام لثلاثة أسباب كنت وضحت الإعلام. السبب الأول أن هذه اللجنة أصبحت رهينة تجاذبات سياسية وأصبحت للأسف الشديد أداة للتسويق السياسي لحركة النهضة. ثانيا أن هذه اللجنة على الرغم من جهود العديد من الزملاء فيها توصياتها أهملها السيد رئيس المجلس ولم يأخذ بها إطلاقا، وهي أصلا لجنة عاجزة وحاصلة نتيجة تجاذبات سياسية من أعلى مستوى. وقت اللي جاني سي مصطفى اللي هو صديقي فيما سبق ورفيقي في الدرب نعرفه 30 سنة ولا هو في مكان ومن المكان ما لا لم أشعر وتسيبت بالغضب اللازم، الغضب المشروع، الغضب الشرعي، مش من أجل نفسي من أجل غيري ومعناه من أجل الشهداء اللي إلى حد الآن ما عملوش قائمة فيهم. حمل النقابي عبد السلام الحيدوري أحد موقفي منزل بوزيان الذين وقع إطلاق سراحهم، حمل جملة من المطالب قدمها لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي خلال لقائه به أمس، مطالب من أهمها فك الحصار عن الجهة وإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التتبعات العدلية بحقهم. حول هذا اللقاء يحدثنا الحيدوري. دكتور منصف المرزوقي صرح وعلى أساس أنه اتصل بوزير الداخلية وزير العدل وتعاطى معه في الدولة في شأن الملف هذا على أساس محاولة إيجاد حل وإطلاق سراح كافة الموقوفين دون تتبعات وفتح حوار جاد ومسؤول حول التنمية والتشغيل في جهة سيدي بوزير. الحيدوري تعرض خلال لقائه مع رئيس الجمهورية أمس إلى عمليات التعذيب التي تعرض لها الموقوفون وطالبه بمحاسبة المسؤولين عنه والممارسين لوسائل القمع. الموقوفين هم تعرضوا فعلا للتعذيب هذا بشهادة المحامين لأنه وقع تعيين بصمات وأثار التعذيب كالسجائر في رجلهم وفي ساقيهم وفي واحد، وقع تعيين الأثار هذه في مع من قبل لجنة المحامين مع قاضي التحقيق، دونك كذا ما فيش حتى مجال للشك. ثم الموقوفين اللي هم في حالة إيقاف سراح مؤقت بصمات العنف عليهم، مثلا أنا عندي زوز لعم كسرين، ثم شكون لي فمه مكسر، ثم شكون لي عنده في على مستوى الرأس، يعني مش من باب المزايدة أو المبالغة أو المغالطة أنه نقولوا فما تعذيب، بالعكس مازال نفس الجهاز بن علي يخدم، مازال البوليس السياسي مازال يخدم، مازالت الأبحاث بنفس تحاك وتدار بنفس الطريقة. وفي سيدي بوزيد أيضا اختلفت وتعددت الآراء حول الوالي الجديد عمارة ليجاني، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الجهة وتواصل اعتقال عدد من أبناء منزل بوزين. قناة الحوار التونسي رصدت آراء وانتظارات أبناء الجهة من هذا الوالي الجديد. نور الدين السعيدي. بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد وطرد الوالي وتعيين آخر مكانه، باشر الوالي الجديد مهامه عشية يوم الخميس 11 من أكتوبر. هذا التغيير في السلطة الجهوية أثار ردود أقوال متباينة في الشارع السياسي ولدى المواطن بصفة عامة في سيدي بوزيد. البعض انتقد هذا الخيار وطريقة التعيين المسقطة على حد تعبيره. بالنسبة للوالي الجديد نحب نسألوهم، نحن هالناس اللي بعثوهن هذا عنده 5 سنوات خدم في قطاع التنمية المحلية، خدم مع بن علي وخدم مع الغنوشي وخدم مع الجبالي مع السبسي وزجبوهن هما، وكان في قبلي ما قدم شيء في قبلي رافضينه باش يجينا نحن لهنا، اش باش ننتظروا منه؟ نشوف فيها بالحالات هذيه
السياسه دي سياسه عقوبه لسيدي بوزيد، على خاطر احنا رفضنا الوالي اللي كان قبل حب يحطونا كنقولوا العصافه العاجله، جايبين مندوب تنبيه كان لهنا عبث بينا مع بن عرب الوالي القديم، حب يعاودونا لان عارف سيدي بوزيد انها ولايه ثوريه، باش يجيبونا باش يقولوا يلقم يقولوا ان سيدي بوزيد راهي قاعده هذه متاع مشاكل باش لا تنميه لا حد شيء. مكونات الطيف السياسي في سيدي بوزيد طالبت بوال مستقل، ويرى المواطن ملفات عاجله وجب على السلطه الجهويه الجديده معالجتها بجديه بعيدا عن كل التجاذبات الحزبيه. الولايات المسقطه والولاد اللي بيستخدم البلاد ما 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 عندهاش حتى سيره بالبلاد، نحب واحد يخدم واحد داري بالمشاكل البلاد كلها. اللي يحب يخدم في سيدي بوزيد يزم يخلي كل انتماءاته لبرا ويدخل البلاد هذه، فهمتني؟ ويزم يعرف عقليه المواطن في ولايه سيدي بوزيد. ان شاء الله ننتظروا من الوالي الجديد انه يكثف الحوارات ويكثف الزيارات ويعرف المشاكل نتاع المواطنين وشنو هما الاولويات وشنو هما الاستحقاقات. نريد ان نرى املا وان يجلس كل اهالي سيدي بوزيد، معنا نقول الممثلين في المجتمع المدني ولا في الاحزاب ولا في الاتحاد الشغلي غير ذلك، لما يلتقي اهالي سيدي بوزيد ونوجد والي يجمع الناس على الخير راه ما يكون كان خير في سيدي بوزيد. فتح حوار جدي ومسؤول مع الجميع حول ملف التنميه والتشغيل بالجهه وتجاوز سياسه الاقصاء والتهميش هي ابرز انتظارات اهالي سيدي بوزيد، فهل يعي الوالي الجديد دقه هذه المرحله وسبل تجاوزها؟ وفي تونس العاصمة عقدت ندوة صحفية بمقر وزارة البيئة، أكدت خلالها وزيرة البيئة مامية البنا أنها فوجئت بما حدث في الجلالة بجربة. البنا أشارت أن إعادة فتح قنوات الحوار هي السبيل لإيجاد حل لمشكل مصبات النفايات بالجهة. فاجأتنا الناس الكل الحكاية اللي صارت السبت اللي فات، خاصة وأن لقينا الحل، معناها الحل لقيناه وقلت المعتصمين الحقيقيين رفعوا الاعتصام، مساكن جابوا حتى عاد المنفذ باش يوريو اللي هما رفعوا الاعتصام. بطبيعة الشوك جاء للناس الكل، راه يا اخي اهالي قلاله ولا اللي تضربوا ما هم توانسة ولا لا، معناها نخليو الوقت باش النفوس تهدى. خلينا ديما نقول تو احنا من السبت اللي فات للتو الحوار انقطع، بالنسبه لنا هذايا شيء يلزمنا، يلزم الحوار، ما فماش حتى إشكالية، وفي الوضع متاعنا توا متاع بلادنا يلزم الحوار، يلزم الناس الكل نشاركوهم، يلزمنا نلقاو الحل مع بعضنا. ما عادش تجي وحتى في المطلق هذه الوزارة تلقى الحل وحدها، عنا الحل أما نجي والأطراف المتدخلة اللي هما ممسوسين معناها بالقضية نلقاو الحل مع بعضنا ونتخذوه مع بعض. البنا تناولت بالنقاش أيضا قضية الغاز الصخري، مؤكدة رفض الوزارة لاستغلال الغاز في الوقت الراهن مع إمكانية التنقيب لمعرفة المخزون الوطني منه. وزاد في التنقيب عنا دي كونديسيون، معناها مش النقب كيف ما تحب الشركة، أي شركة باش تجي أجنبية هنا. التنقيب أولا يلزم يكون فيه دراسة المؤثرات على المحيط، وفي أي وقت من الأوقات من التنقيب هذايا كان نلاحظوا اللي احنا ما عادش معناها ما عادش نجم نحكروا الأخطار نوقف التنقيب. أنا يا يلزمني نبدأ عارفة شنو هما الأخطار وما يلزمهمش تضر بالبيئة سينو نوقف. وثالث حاجة وأهمها هما كونهم يعملوش كل فوغاج كودي اللي يشق هذاك، لا معناها هما. هذه الندوة تزامنت مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، وقفة نفذها بعض أعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة المطالبين بفتح ملفات الفساد وبإقالة المديرة العامة للمركز. احنا كما تراو طالبين برحيل الإدارة العامة وتحقيق جدي في الفساد، لأنه البقاء معناه الطرف في الفساد لا يمكن يبقى في فترة متاع تحقيق في الفساد، يتنحى طرف في الفساد ويقع تحقيق جدي في ملفات الفساد. وفي رد حول مطالب هؤلاء الأعوان أكدت وزيرة البيئة أنها قد فتحت تحقيقا حول القضية وستتخذ الإجراءات الضرورية بعد صدور نتائج التحقيق. معناها أنا نولي غير مسؤولة لو كان أنا اللي جي يقول لي فما فساد نصدقه، مش معقول هذا. يقولوا ثم فساد، فتحنا تحقيق في الموضوع، وقت ليوفى التحقيق وحسب النتائج متاع التحقيق سنأخذ الإجراءات اللازمة في الاتجاهين. دايخ
نبقى في العاصمة، وفي ندوة صحفية أخرى جمعت اليوم العديد من القضاة، تم خلالها النقاش حول التجاذبات السياسية التي يرزح تحتها القضاء، تجاذبات من شأنها أن تولد أزمة ثقة بين المجتمع والقضاء. الندوة حملت عنوان الإصلاح القضائي في تونس، المبادئ الدستورية وملامح المنظومة الجديدة، ويحدثنا عنها القاضي أحمد الورفلي. هو يكون في قلب النقاشات السياسية، لكن القضاء اليوم يخضع إلى تأثيرات مختلفة من جهات مختلفة. المهم هو أنه النقاش الذي يقع داخل المجتمع وداخل الحلقات السياسية بالضرورة ينبغي أن ينتهي بنا إلى تصور وضع مختلف للسلطة القضائية، يكون فيه القاضي مستقلا. طبعا علاقة القضاء بالمتقاضي منذ قديم الزمان هي علاقة فيها شيء من عدم الثقة، وهذه الحالة قد تصل إلى أقصاها في بعض الظروف. قبل الثورة كانت هناك أزمة ثقة في مؤسسات الدولة بكاملها وفي كامل المؤسسات بما فيها القضاء، واليوم هذه الأزمة لم نرى إلى حد الآن مخرجا حقيقيا منها. وفي جابس حيث يشتكي عمال المناولة العرضيين بالوكالة الفنية للنقل من المماطلة المستمرة من قبل سلطة الإشراف في خصوص تنفيذ وعود الترسيم، عمال يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية وبمنحة الساعات الإضافية. نخدم في الوكالة الفنية على خلاصة من جابس. أنا والمجموعة متاعي تتكون من 8 أفراد. احنا نطالبوا بالترسيم، الإدارة ترفض أن ترسيم فوق 50 ما عندوش الحق في الترسيم. احنا نطالبوا بإلغاء قرار قضايا وترسيمنا، ونطالبوا كذلك بالتمتع بحقوقنا اللي من بينها السوايع الإضافية، لأن احنا قاعدين نخدموا في 12 ساعة، ونتحصلوا على سلار 358 مقابل 8 ساعات، عاملين رجيم 64 ساعة في الأسبوع ناخذوا في نفس السلار اللي هو 358. اليوم طالبوا ترسيمنا وطالبوا حقوقنا كاملة بما فيهم تغيير المرتب الشهري والساعات الإضافية وزي العمل وكل ما يستوجب فيه الحق. طالبوا بالتمتع به. هذا ما يكفيش، وأن معناها زملائنا اللي هم معناها شملها من الترسيم من دار كورهم وفرحاني منها، ولكن ما بين الوضعية هذه تتسوى الناس كلها. إلى قبلي حيث خصص الملتقى الأول للاستثمار والتنمية بالجهة لطرح بعض أفكار المشاريع وخطط الاستثمار في تونس والبحث في سبل تمويلها، ملتقى يختتم اليوم وجمع رجال أعمال تونسيين وليبيين على مدى يومين. رياض الحيدوري والمزيد حول هذا الملتقى. رجال أعمال تونسيون وآخرون من ليبيا وتحديدا من منطقة الجبل الغربي تجمعوا بأحد نزل بجهة قبلي في إطار الملتقى الأول للاستثمار والتنمية الممتد من 11 و12 من الشهر الجاري، تقديم لأفكار مشاريع وبحث في كيفية تمويلها من طرف الجانب الليبي كانت أبرز محاور هذا الملتقى. الملتقى هذا فيه أفاق لمينا رجال الأعمال مع بعضهم، بالنسبة لرجال الأعمال الجهة الجنوب بصفة عامة وقبلي بصفة خاصة، والشباب لمينا وجبنا مشاريع متاحهم مع صحبة الاتحاد الصناعي والتجارة، وباش ندرسوا المشاريع المشتركة بين الأخوة الليبيين والأخوة في الجنوب التونسي وقبلي بالتحديد، وإن شاء الله ربي يوفقنا. مهمة الجمعية هي متابعة البرامج. رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقبلي أكد أن المرور من مرحلة الحوارات إلى التطبيق الفعلي لأفكار المشاريع هو الغاية الأساسية من هذا الملتقى. تو إحنا تو إن شاء الله منطلقين، تو هذه كبداية، إحنا زي ما إحنا تو في الاتحاد الصناعة والتجارة مكتب تنفيذي جديد، معناها بحول الله الناس كل معناها متفاعلة للشيء هذا، ومهيش باش تبقى كان جلسات حوار ونقاش فقط، لا، يلزم احنا باش نكرسوا تجسيد الحوارات هذه والندوات هذه لتفعيلها في اطارها الصحيح. التشابه من حيث العادات والتقاليد والتقارب في الصناعات هو السبب الأساسي الذي جعل رجال الأعمال الليبيين يختارون منطقة قبلي كمكان للاستثمار وفق ما أكده الجانب الليبي. احنا جايين في وفد أكثر من 12 عضو، فينا أكاديميين وفينا تجار وفينا صناعيين وفينا اللي نبدو نبحث عليه خلينا نخش المرحلة القادمة. خدينا طريق جديد هو البحث على مناطق استقرار للمستثمرين الليبيين والتوانسة، تبادل الخبرات بين البلدين، نقل التقنية من منطقة إلى منطقة جبل نفوسة،
وخصوصا جغرافيا منطقة الجبل الغربي ومنطقة قبلي وتطاوين متقاربة في الزراعات والصناعات، كذلك في الأجر والجبس وصناعة الطينية. قبلي قال عنها أهلها أنها قد تكون خارج حسابات البلاد من جانب التنمية، لكنها في المقابل تتوفر على ثروات طبيعية وبشرية هائلة تمكنها من البروز كقطب سياحي وصناعي هام. لو توفرت فرص الاستثمار الحقيقية للتونسي والأجنبي هناك، فهل ستثمر هذه الحوارات بين هؤلاء مواطن شغل حقيقية لأبناء الدار، أم أنه وكما جرت العادة لقاء فسلام فوداع دون رجعة في منطقة العرق الشرقي الكبير التعريفة التكوين المستمر لأطباء الأسنان، نقاط من بين ما ناقشه البارحة أعضاء النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالجنوب الغربي، اجتماع تعرض إلى مشاكل القطاع وكيفية تجاوزها. رئيسة النقابة عايدة العبيدي: مهنة طب الأسنان هي مهنة ككل المهن الحرة فيها برشا مشاكل. احنا النقابة نحاولوا باش نعملوا ديرينيون هكا ريغوليير باش نحاولوا نشوفوا المشاكل هذوما، نشوفوا لهم حلول، نحبوا نسعوا للبيان للميتي متاعنا. قاعدين نشوفوا نعملوا في ديزاكتيفيتي بور اميليوري ليتا دو لا سونتي و بور زادا عندنا برشا برامج ان شاء الله نحبوا نرقب المهنة متاع طب الأسنان في تونس وفي سورتو في الجهات الجنوب الغربي. احنا نقابة الجهوية لأطباء الأسنان في الجنوب الغربي. لي بوين اللي في الريونيون هذه حكينا عليهم هما مشكلة التعريف اللي هي ديما فما مشاكل نتاع تعريف او تعريف باس، حبينا نعملوا ان تعريف يونيك في الجهة الجنوب الغربي الكل. عندنا مشكلة الفورماسيون كونتينيو اللي هي باقية ناقصة برشا في الجهة الجنوب الغربي. ان شاء الله باش نعملوا مع التعاون مع النقابة الوطنية باش نعملوا جور دو فورماسيون بور لي دونتيست نتاع الجنوب الغربي. عندنا أن أخر سجين اللي هو الموتيفاسيون أليجين باش نعملوا قوافل صحية للمناطق النائية معناها وللأرياف نتاع الجنوب الغربي الكل بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية. المحافظة على النسيج العمراني بالمدينة العتيقة بصفاقس وترميم منازلها وحمايتها سعيا لإدراج هذه المدينة في قائمة التراث العالمي الإنساني، برنامج يعمل عليه رئيس جمعية باب الديوان محمد الناصر بن عرب، وكانت انطلاقته مع دار بيه. غازي بن علي زار الدار وأعد النقل التالي. المدينة العتيقة جزء من تراثنا يستحق الصيانة، والحفاظ على المنازل وإعادة إحياء وتهيئة المعالم الأثرية أمر ليس بمستحيل. هذا ما أكده لنا رئيس جمعية باب الديوان الذي أطلق مبادرة خاصة تتمثل في اقتناء مجموعة من المنازل التقليدية، تولى ترميمها وتهيئتها والمحافظة على مكوناتها الأصلية التي تميز المنزل العتيق، وذلك بغاية توظيفها مستقبلا في السياحة الثقافية. وقت تدخل المنزل عتيق اللي عمره 300 و400 و500 سنة و600 سنة في مدينة صفاقس اللي هي معناها مدينة عمرها 1200 سنة تقريبا، يعني أنت يعني قلبك يتألم لأنه ما فيش صيانة. فقلت أنا نحب عوض أن نهدم نبني، فرممنا دار هدية وسميناها دار بيا. المدينة العتيقة تتعرض إلى تدهور معماري مستمر وتشويه لتصميمها الهندسي وانتشار الأوساخ في أزقتها وأنهجها، أسباب جعلت السيد محمد الناصر بن عرب وغيره من الحريصين والمهتمين بالتراث المعماري ينادون بضرورة إنقاذ هذه المدينة والعناية بها ودعم كل المبادرات التي تهدف إلى تأهيل شوارعها وترميمها والحفاظ على صفاتها المعمارية العتيقة التي تعود إلى أواخر القرن 19. هذه مبادرة ستأتي بالخير على تونس بصفة عامة وعلى صفاقس بصفة خاصة. علاش؟ لأنه السياحة الثقافية هي باش ترجع بالخير، باش الناس تزورها لازم تكون أنيقة نظيفة في المستوى المطلوب، مش الناس تشمئز منها. فيها زوج مسارك سياحية، ثم هذا سقاق الذهب هذايا اللي تكلفنا به أنا نظمناه هذا وعنده 3 سنين وإحنا نجرو في جرتو. عندك مسلك سياحي في باب القصبة حتى الباب الديوان، معناتها كان ماشي توا الدنيا كلها وقفت. لا حتى باش يجي قبل كان يجيو سياح وندخلوهم وزوروا البلاد، توا النهار ما بقاش ندخلوهم. وقت اللي يجي يدخل يفجح على الزبله، نحشم انا باش ندخلوا يدخل دار بيا ولا دار كمون ولا دار كراي ولا دار سليم نحشم. بديت يعني في الترميم دار عندنا توا من 2007، مطلب طلبت اعانات او دقيت على ابواب ما جاني حتى جواب.
من المنتظر أن تفتح البنوك التونسية أبوابها غدا السبت 13 من أكتوبر أمام حرفائها حسب بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي، إجراء يأتي عملا على حسن سير المعاملات أثناء عطلة عيد الجلاء يوم الاثنين 15 من أكتوبر الجاري. البنوك ستفتح أبوابها من الساعة 9 إلى غاية منتصف النهار، وستقتصر العمليات على التنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها. بهذا البلاغ نأتي مشاهدينا إلى تذكير بأبرز العناوين. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تستنكر التأخر في التحقيق في أحداث 9 أبريل الماضي. الاتحاد يؤكد استقلالية مبادرته للحوار الوطني عن كل الأطراف الحزبية. عبد السلام الحيدوري يؤكد أن المرزوقي وعده بحل مشكل موقوفي منزل بوزيان. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.